الغربة دائما مو خيار سهل، بس لو كان التنقل في حدود دول الخليج يمكن الموضوع بيكون مختلف، لأن من الأساس ما في غربة بين الإخوان. ضيوفنا في هذه الفقرة طلاب يدرسون الطب في البحرين، وهم الطالبة فاطمة الأقرع من دولة الكويت الشقيقة وطالب سعيد بن جبل من المملكة العربية السعودية الشقيقة. منورينا في الاستوديو، حياكم الله. يا هلا مرحبا بكم معنا، طبعا تشرف فيكم. في البداية راح أوجه سؤال لفاطمة. فاطمة، ليش اخترتي البحرين بالذات في هذا المجال والدراسة بالخارج برا الكويت؟ في البداية أول شيء أنا أحب البحرين من وأنا صغيرة، وعشت فترة في حياتي في البحرين، فدائما كنت أحس إن في جزء مني موجود عندي في البحرين. فجامعتنا بعد ما شاء الله عليها، إحنا من جامعة الخليج العربي، جامعتنا النظام فيها وايد حلو، وهي من أقدم الجامعات اللي تقدم هذا النظام وهو البي بي إل. فيعني حلو. سعيد، يمكن بين دول الخليج وايد في أشياء مشتركة، شنو أكثر شيء اليوم حسيته موجود في البحرين وساعدك أن ترتاح، ما تحس أن أنت في غربة وبعيد عن أهلك وديرتك؟ والله لو تجي تكلمني عن البحرين، يعني مش الأشياء المشتركة هي اللي ساعدتني. يعني أكثر شيء ساعدني أهل البحرين. أنا لما كنت أدخل في مكان في البحرين أول ما جيت، كنت أول ما يعرفون أني سعودي ولا أقول أني أنا سعودي، كانت ردة الفعل دائما أنه هذه ديرتك. صح. يعني أني كنت ليش أوكي سعودي بس أن هذه ديرتك. صحيح. فأنت لما تروح مكان مختلف تحس بالغربة من الناس اللي موجودة، من أوكي ممكن تعود على الجو، على الأكل، على أي شيء. نعم. بس على الناس ما تتعود أو هم ما يتعودون عليك، بس في البحرين جميل، أنت تحس أنك مكانك أصلا، ما يحسسونك أنك أنت في مكان غريب يعني. جميل. طبعا كلنا نبقى أهل، ودول مجلس التعاون لا تعتبر غربة بل هي بيت واحد بمسميات متغيرة. فاطمة، احنا في البداية تكلمنا عن موضوع التنقل من دولة إلى أخرى حتى لو كانت بالخليج تعتبر غربة، متينا بنعرف شلون قررتي الدراسة خارج البلاد اللي راح تستمر سنوات طويلة؟ طبعا أكيد أنها مش سهلة بحكم أن أنت تفارقين أهلك، يعني هذا بعد يعتبر شيء صعب عشان نكون واقعيين، بس شلون اتخذتي هذه الخطوة وبالذات المحيطين حولك اللي هم هالت مثلاً، هل هم ساعدوك أو شدوا على يدك في هذا القرار أم كان لهم رأي آخر؟ أول شيء الطب حلم من حلم حياتي، يعني حلم حياتي، ومثل ما ذكرت إن البحرين يعني جزء مني، يعني كنت أتمنى إن هذا الحلم أحققه أنا هني في البحرين. أول ما فكرت إن شنو يعني قررت إني أنا أدرس برا وأتغرب، أول شيء طرف في بالي البحرين. ليش البحرين؟ لأن عاداتنا أحبها، عاداتنا تقاليدنا واحدة، ما راح أحس فيها بالغربة، وبحكم أني أنا راح أكون بنية ومتغربة بروحي، فأهلي حبوا هاي الفكرة بعد أن القرب ما بين دول الخليج، فكذي ما راح يحاتوني وايد وراح يطمنون أني أنا موجودة. يعني هل كانوا من ضمن الأشخاص المؤيدين لهذه الفكرة؟ مع أن العنصر النسائي ممكن يكون شوي صعب، يمكن يكون على 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 العنصر الرجالي. صح كلامك، بس في البحرين مثل ما تفضل أخي سعيد أن إحنا هني ما نحس بالغربة، يعني الجيران، يعني أنا عندي جيراني كل ساعة يكلموني يعزموني تعالوا، يعني في البحرين عندكم ما شاء الله، يعني هاي خاصية الطيبة معروفة في البحرين، يعني من الشعب البحرين دائما أهل كرم. دول الخليج كلها أهل كرم. يمكن سعيد قلت لي إن جيتك البحرين الصدفة، يعني صدفة وطب ودراسة في البحرين شوي يبي لها تفسير أكثر، ولو نعاد فيك الزمن مرة ثانية بترجع تختار نفس الاختيار ونفس الديرة تدرس في البحرين؟ خلينا أول شيء أبين لك كيف كانت صدفة. أنا ما كنت أعرف إن في ابتعاث عربي، أو ما كنت أعرف إن في السعودية، أنا طبعاً مبتعث عن طريق الدولة، يعني السفارة السعودية. جميل. ما كنت أعرف إن في ابتعاث في البحرين، ما كنت أعرف إن في ابتعاث عربي، عرفت عن طريق صديق. فكرة أنك دائماً على الخارج كانت. إي كان فكرتي على الخارج، فعرفت عن طريق صديق قدمت أنا وياه على جامعتي عشان نجي أنا وياه ندرس في البحرين. أنا ما كنت جاد، هو كان جاد في التقديم. أنا انقبلت وهو ما انقبل. حقد عليك. فعلياً اللي حصل إني جيت البحرين. وكنت متحمس من البداية، بس إن الآن لو أرجع بالزمن ما في أمل اختار غير البحرين، إن كان من جودة الجامعة اللي أنا فيها، يعني الجامعة جداً مريحتني وتعليمها جداً جيد، يعني أنا أحس إني قاعد دكتور جيد، ومن ناحية إني أنا مرتاح هنا، يعني حتى لما أشتاق لأهلي أطلع سيارة ولا طيارة فترة بسيطة وأنا موجود. صحيح. عند أهلي يعني. صحيح. فالموضوع مريح بالنسبة لك. دائما نعتبركم أنتم مثال لجميع الشباب اللي مقبلين على الدراسة في الخارج، أنه دائما في أيضا خيارات محيطة بنا اللي هي بالدول مجلس التعاون. فاطمة، أنت وايد تروحين الكويت والبحرين صحيح؟
يعني شنو اكثر شيء وصونت عليه هل انت وانت طالعه من البحرين؟ لا تقولين حلو المتاهه خلاص صارت قديمه يعني خلصوا. في شيء غريب، واحده من اهلنا تحب الخبز الخبز الخباز مالكم، فنودي لها اياه بشي سنتلجي لها خبز خباز. وطبعا الحريم امي وخالاتي علم البحرين يعني هذه لا يعلى عليها، وخاماتها طرشوا لي مقاساتهم جميل. فيعني هاي من الاشياء يعني، بس طبعا الحلوى والمتاي والسمبوسه يعني سوق محرق يعني مع محلات معينه حفظتوا السوق. طبعا خبره اصلا هناك يعرفوني ديسكاونت خاص. سعيد يعني البحرين يوم تستضيف القمه للمره السابعه على ارضها، كشباب اليوم شو اللي تتمنونه من هذه القمه، القمه الخليجيه؟ والله يعني اكثر من شيء، يعني مش شيء واحد، يعني لان القمه قمه كبيره ما تقدر تطلب منها شيء واحد. لكن لما احنا نتمنى ان التعاون بين دول مجلس التعاون يكون هو موجود، لكن احنا نتمنى يكون اقوى واقوى واقوى، لان هذا مصدر قوتنا، يعني هذا اللي احنا نحتاجه فعليا. تفعيل دور الشباب، لان الشباب الخليجي شباب طموح، شباب واعد، شباب عنده قدرات جباره. كل ما فعلناهم اكثر كل ما بيعطونا اكثر بعد، يعني ان كان انا ولا ان كان غير الشباب الموجودين ما بيقصرون، ان كان البنات برضو ما بيقصرون. فهذه الاشياء لو احنا نفعلها اكثر، هذه اللي بتساعدنا احنا كشباب ان احنا بكره نقدر نمسك المكان اللي كبار ونقوم بالادوار الرئيسيه يعني. جميل. إذن فاطمة الأقرع طالبة كويتية في إحدى الجامعات البحرينية، شكرا لتواجد معنا. سعيد بن جبل طبعا طالب أيضا سعودي ويدرس الطب في البحرين، شكرا جزيلا لتواجدكم معنا، وأتمنى تكون دائما مثال أعلى للشباب الطموح، ونقول لهم دائما في بلادكم الثانية هي البحرين، ولا توجد أي غربة إن شاء الله تحت سقف واحد. شكرا لحضوركم. يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة. شكراً. كان يوم جميل معك. شكرا.